اي ثمينو، مرحبا بكم في برنامج ميكروميد. برنامج هي الحلقه والسواحيت ان سيور نيخان سقسا اختع دوت الزوجات قيم ما كيخ دوت الزوجات ينفعي وطاش نحوايج بوركي بودا تيري تم غاتم زوار تهرش تيشس الفرصه وايز والسنين باش تيشس الفرصه وايز يعني باش يعاود رمرش يعني بودا تم غاتو تيري بو صالحه يعني تعدد الزوجات حاجه تصبح انت المجتمع اللي تعيش الشيد وعاوتاني حتى الشرع يقر هذه تعدد الزوجات يعني شكم مشت والد وغاك بوش المشكل لا شو غالب مش المشكل وكيما ريز ما راسي تعدد الزوجات بوكي دير بعض النيوذان وغاس مين غيش فماذا وغاس مين غيش ما مش غيك ذيك تعدد الزوجات. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السؤال الحلقة لي إن شاء الله الرحمن الرحيم ذي ميكروميد هو أنه ماقش كيذ القضية تعدد الزوجات مين خذينيش كخ القضية ما موافق لي خوتي هو موافق موافق ما يمي موافق وشي على سبب الزواج منهم يزمع يجنت مغاثة وتشيبو اثنين نخفر هذا جمالي قداس انت يعني اشكال حسن مي قداس انت وذر رأي انت جمالي من مغاثة بذل الحياة مغاغز زاد كذا يوكش صعبي غادي قابع انت مغاري الراجل يدير جوج ديال العيالات حسن موحدة كتشوف بلي يقدر يدير جوج عيالات اللي استطاع يدير جوج اللي ما استطاعش يدير غا وحده وحده باركة باركة اللي استطاع يدير تاع 10 في النظر اللي استطاع يدير جوج ولا ثلاثه ولا اربعه لا مستطاع هو راينا واش تحن جات اللهم ابن مدام رشاك اش تنحسن زيد تعدد الزوجات اش كتواري اش تنكافيه اش تنكافيه باركه مره تحب تحبش باركه خاص حسن زي 10 حسن زي 4 حسن زي 5 اش مره تحب تحبش كيسقد حنجان باركه نهار هذه برنامج ميكروميد نسقسيو عند الشارع بن طيب السؤال هي الحلقه يقارش ما شك متفقي القضيه نتاع تعدد الزوجات واه نخلاها اسيدي تعدد الزوجات يمصب در حاره فاميليا دي انت مغارين بودي سجن الطريقه مش نغني روخو تي مغارين مصبض انت خواتس بودي عبنا ما ديك اثنين ما ريز ما يقضى ديك اثنين تمغارين يشتن لا فما يعني هنا نحسن ومش تواريتش كمش تواريتش بالنسبه لك شخصيا ما يتقادم شخصيا ما فيش تواريخ نايت بغاريني بنادم يشتن وات كيف يشاء اش فا هنايين هنايين لا يجعل شي بارك يشتن حتى قديش تمغاث من اش غير خايف فاميليا روخو اخي فقديش القانون الجديد انت مغارين يقصح شويه عراي فما ثمغاث روخو قبل ما عندنا غاد زوجت يجن حالا نغني انت تمغاث تجي حنجات بالدرش اخمي تويت شان حاش تحصر تبدرش صبلا ماش متفق كيف تعدد الزوجات واه نخلاه واه نتفق معك ميمي انا عزونا نمراش عن حنجان يعني روخو السؤال قارش شكما يعني مثلا شكني نفطاري التمرشة ديالك هاكا مغا يعني ما غاك القدر المستطاع تاني تمغا واه ما راه كيش توسي مو بودا تك تمغا نغني ما راك بوش اشكال ديما ايوا ما راه كيش توسي مو الدنيا هاني تك تمغا نغني سقيك تعدد ميمي ايوا حاليا ندير وقت خص تعدد الطاس بوك ديما نوسع عندك تاع زكايزن وسنا التعدد هذه في كتص المشاكل كيف كنت حاليا دي المجتمع قريب اتفق واه وميمي ايوا من اش غيني خمر غاس الامكانيات غاس هذيك اثنين ثلاثه ني خوتو شغيك سن يعني شكت توري مر الامكانيات هذه عاود هذه قوسين هذه قوس ثلاثه قيكيز ديما ان شاء الله ميمي ميمي تعدد الزوجات اولا مذكور ديال القران مثنى وثلاثة ورباع ثانيا كيج مساله تيم غارين كثر تخيا يزن مركا ديال العالم ملي كمر كوريجن يوي غابعه هذه شترخيا فمن خلا اتوري دي الزمان ثم غاض غا 40 سنه 50 سنه ما تيجعل وثمريش ثمانيه يا يزن دو قرير انت مغاين كثانت اي مثلا نخل الحلقه هي قد سالها مش توران باش نستمر الحلقه نغني ان شاء الله الرحمن الرحيم يمكن لكم تقترح من الاسئله النوم ذي الكومنتيرات